بدأوا يهدوا في الألالي الأول. الأول بدأوا يهدوا في الجلالي. فلما احنا دخلنا عشان نشوف كنتوا يعني كنتوا قريبين منهم؟ احنا كان بيننا ما بينهم اكتر من تقريبا بتاع نص كيلو. احنا ما جربناش على الاخر. كنا شايفين ناس ماسكه سلاح آلي وعلى طول هنجرب منهم. جينا احنا البعض منا كان بيتفرج من بعض والبعض مننا في الصحراء كان بيلف حواليهم من جميع النواحي. ثم احنا واقفين وساكنين كل جلايه. مقسمين بعضهم مجموعات، كل مجموعه دخلوا جلايه. انتهزوا فرصه العيد، فرصه ان احنا بنعيد في العيد، وفرصه ان الرهبان المتوحدين او الرهبان اللي هم عايشين في خلوه نزلوا طبعا عشان يعيدوا. فشيء طبيعي اللي هيعيد هيسيب الجلايه بتاعت اللي في الخلوه. فهم استغلوا الفرصه دي ان الرهبان سابوا الجلايه بتاعت الوحده بتاعتهم. ودول دخلوا كل واحد قاعد في جلايه يهد ويراقب يهد ويراقب. فجأة لقي واحد من الرهبان كان مش بيعيط، كان في اليوم ده مش بيعيط، كان قاعد في الوحده بتاعته. ده ابونا مين؟ اسمه ايه الراهب؟ هو كان اخ تحت الاختبار، الاخ مختموس. واخ مؤهل للرهبانه يعني. نعم. فالاخ مختموس ده لما شاف العمليه كده بيحاول يسقي الزرعه الشجره اللي زرعها قدام الجلايه، فجأة لقي شاف المنظر ده. فاول ما شاف المنظر ده طلع يجري لان ما عاش اي وسيله، لان الراهب ما يملكش اي شيء. يعني حتى جهاز محمول لا يملكه، لا يملك اي شيء. فطلع يحط الجلابيه في حنكه وطلع يجري ونزل الدير. قال لهم الحقوا في بعض التتار او بعض البربر او بعض النازيه ما عرفش هتراليه ولا تعرفش وضعتها. خدوا الالالي وحرقوا بعضها ولا عملوا ايه؟ في آن واحد قسموا بعضهم أكثر من ست مجموعات، في آن واحد هدوا الجلالي هد نهائي، وبعد ما هدوها سرقوا ما فيها، وبعد ما سرقوا ما فيها خلعوا البيبان، البيبان اللي تعجبهم جت الباب اللي هو جاي على مزاجهم حرقوه، والصور حرقوها، والأناجيل داس عليها وحرقوها، وبعض الأشياء اللي هي تهمهم سرقوها. يعني ان كان راهب مثلا يملك ورقه بيكتب فيها، قلم بيكتب فيه، ان كان يملك مثلا ناقوس بيدق فيه يسبح فيه، ان كان يملك ما يملك الراهب يملك فيها غير كده. الموضوع ده استمر قد ايه في موضوع الهدم؟ الموضوع ده استمر اكثر من اربع خمس ست ساعات تقريبا. انتوا بلغتوا الشرطه؟ بلغنا الشرطه. طب احنا هنبلغ الشرطه؟ هي ماذا فعلت الشرطه بعد ما بلغنا؟ عملت ايه الشرطه؟ بلغنا الشرطه. ايه عملت لحد الان؟ ايه عملت الشرطه لحد الان؟ جت الساعه كام الشرطه للمكان؟ الشرطه جت تقريبا العمليه بتبدا الساعه 2، الشرطه جت تقريبا الساعه 7 بالليل. جم حتى كانوا خايفين يروحوا. كانوا مرعوبين من المكان، يعني من رهبه المكان. مين اللي جه من الشرطه؟ جه اللي هو المقدم هشام نفسه، هو بطريقته. وجه ناس واحد من المباحث، واحد يعني جم وراحوا بس بعد ما فضت العمليه، بعد ما جت تاشيره ان العمليه فضت، لان العمليه منها فيها. يعني الخباصين اللي هم الغفر ادوا تاشير، ادوا خبصوا قالوا لهم الشرطه جايه. وطبعا في ناس من الموجودين اللي كانوا بيضربوا لهم ليهم معاملات مع الشرطه. الغفر عملوا ايه اللي كانوا موجودين على الدير اثناء ما كانوا بيهجموا عليكم؟ الغفر اللي موجودين عندنا دول فايدتهم بس قاعدين حاطين عينيهم ودانهم لضار، بيسمع الراهب الفلاني هيعمل كذا والراهب الفلاني بيقول كذا، لذلك حتى هم بيتحكوا باسرارنا وكانهم عايشين معنا. يعني ما ردوش على المعتدين، ما ردوش على المعتدين اثناء ما كان بيهاجموا الجلالي. الغفر يرد ازاي؟ اذا كان الغفر بيستغفر بالصفاره للمعتدي بيشاور له، بيقول له بعينيه من بعيد لبعيد ويستغفر له من بعيد لبعيد، يبقى هيرد ازاي؟ طب يا ابونا مين هم؟ سمير ابو لول بيعمل كده ليه؟ بيهاجم الدير ليه؟ انا نسالك سؤال محدد، سؤال واضح. احداث اثنى حصلت ليه؟ احداث الكشف حصلت ليه؟ يعني على فكرة يعني هو مش عايز يستولي على الارض بتاع الدير. على فكرة انا اقول لك تخيل، اقول لك توقعاتي للايام اللي جاية ومسير الايام كلها. طالما المسؤولين حاطين ايديهم في المية البيضاء وعمي وخرط وطرش، توقع 100% ان يحدث كشف جديد في دير ابو فهد.
وانا بقول لك الكلمة دي ولو اني بصرحها لاول مرة بقول لك الكلام ده ومصير الغايب يعلم الحاضر. الشرطة طب هل النيابة جت عينت الهلالي حققت كده؟ يوم في نفس اليوم اللي حضرتك جيتوا فيها انتم كانوا جايين لتحت مباحث الجنايات معمل الجناية المعمل الجنائي احنا قابلناهم وكان عامل هل النيابة استمعت لاقوالكم انتم واللي حصل؟ النيابة حاليا دلوقتي من قديمة النيابة دلوقتي قاعد وقاعد يستدعوا ثلاثة اثنين من الاباء اللي هو ابونا شنودة وابونا مكارم اللي هو مصف دراعه استدعوهم قاعد يفصصوا فيهم على اساس يغلطوهم قاعد يفصصوا فيهم مرة واثنين وثلاثة واربعة قاعد الاب قدامهم بدل ما هو جاني كمجن عليه قاعد اكتر من ثلاث ساعات امام النيابة وتكررت العملية ثاني يوم استدعوا ثلاثة برضو من الاباء اللي هو ابونا يؤنس وابونا بخوميوس وابونا شنودة تاني وبتصل بابونا شنودة بقول له خلصت قال لي اديلي اربع ساعات امام وكيل النيابة كل واحد قدامه اربع ساعات يا حاجة بالصراحة تصير الضحك طب لما المجني عليه بيقعد اربع ساعات امال مش مسكين ليه الجاني امال الجاني شايفينه ليه لما مجني عليه بتحققوا معه اربع ساعات واللي يعيدهم يجيبوهم واللي يجيبوهم يعيدهم وكأنهم عايزين يمسكوا غلطة هل تم القبض على اي حد من المعتدين؟ طب انا اسألك سؤال هل تم القبض على المعتدين في الكشح لحد الان هل تم القبض على واحد منهم هل تم القبض على احداث اثناء هل تم القبض على اي حدث حصل في مصر كان ارهابي هل تم القبض يا بيه بلاش كلامنا عارف يتم القبض في حالة ايه لما يكون واحد ارهابي اعتدى على واحدة فنانة ولا اعتدى على واحدة في كبارية ولا لما يكون اعتدى على واحد امين شرطة نتكلم منطقي النهارده اتكلم ابونا مين ده اللي اسمه بتاع الاستحمام المنيل مرشد للشرطه في كل البلاوي اللي بتحصل قاسم مشترك هي دايما في حاله غير محايده وسلبيه يعني الناس دي جت ازاي وجايه معاها كنت حضرتك كده في الله يا اتفضلي هتشوفي طب يعني ما هياش اصلا ايه ما جتش على شويه ده بتحقيق وبقى